حاجات كتير حصلت النهارده جميله، فحقق الزمالك فوزا مستحق امام نظيره الاهلي في مباراه الجوله الاخيره من بطوله السوبر المصري لكره اليد بنتيجه 27-23، فيتوج الملكي الابيض باول بطوله سوبر مصري لكره اليد في نسخته الاولى. الزمالك كان فاز قبل كده على سبورتنج بنتيجه 37-36 بعد انتهاء الوقت الاصلي، كانت النتيجه 29-29 لكلا الفريقين. كمان الاهلي كان فاز على الاتحاد السكندري بنتيجه 21-20، ويحسم هذا اللقاء ببطل السوبر المصري الاول في التاريخ. خد بالك من الجمله دي، بطل السوبر الاول المصري في التاريخ، ونجحت قلعتنا البيضاء في تحقيقه. أنهى الزمالك البطولة في الصدارة برصيد 6 نقط، يليه الأهلي برصيد 3 نقط، يجي سبورتنج في المركز الثالث برصيد 2 نقط. نفهم أكتر. كابتن أحمد الأحمر نجم مصر والزمالك في كرة اليد، ازيك يا كابتن؟ ألف 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 مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. تسلم وتسلم على الكلام الجميل ده. ما يعني كلام تستحقوه بصراحه. ربنا يبارك لك. يعني فرقه زي الفل، بذلتوا مجهود، حققتوا اول فوز بالسوبر مصري لكره اليد، فاصبح فوز تاريخي زي ما بيتقال ولا ايه؟ اه طبعا. هو الموضوع في ان احنا كان بالنسبه لنا دي اول بطوله لينا السنه دي. طبعا احنا السنه اللي فاتت كنا برضو حققين بطولات كتير، يمكن فريق كرة اليد بنادي الزمالك دايما في حته كويسه ودايما بيحقق بطولات كتير ويمكن احسن فريق في افريقيا. السنه دي مع بطوله السوبر دي كانت بالنسبه لنا اختبار كبير، لان دي اول بطوله لينا، وبصراحه الناس كلها بصراحه عملت اللي عليها وادت بشكل متميز، والناس كلها كانت على فكر واحد ان احنا نكسب. يعني الحمد لله هو ده اللي حصل. ايه السر ورا تالق فرقه الزمالك يا كابتن احمد؟ والله هو الزمالك منظومة يعني في كرة اليد منظومة محترمة من زمان، من أيام والدي ومن قبل والدي. عندنا منظومة محترمة، الفكر كله إن احنا دايما بنحاول إن احنا دايما الناس كلها جوه النادي وبره النادي تحاول تخلي الفريق في أحسن حتة، دايما نحقق بطولات، الناس كلها في ظهر الفريق. يمكن في ظل الظروف الصعبة اللي كانت مثلا في أوقات كتيرة كان فريق الكورة مثلا ما بيحققش، كان فريق الهاندبول كان اكتر فريق هو بيحقق بطولات نادي الزمالك. فمن فتره كبيره طبعا زي ما بحكي لك من زمان طبعا مع الجمهور، هو حاجه جميله بالنسبه للجمهور، وده سبب من اسباب ان احنا دايما حاسين بمسؤوليه كبيره ناحيه جمهورنا وناحيه نادينا. فدايما الناس تنزل الملعب بصراحه بتعمل اللي عليها وبتحاول ان هي تطلع اكتر حاجه عندها عشان تسعد الجمهور ده. كل ما بيحصل تفوق وكل ما بيحصل حصاد لبطولات وميداليات كل ما بتزيد المسؤوليه. طبعا. يمكن هي زي ما قلت لحضرتك هي اول بطوله، احنا مسافرين بعد بكره الصبح مسافرين تونس، هنلعب بطوله عربيه. البطوله العربيه ديت يعني عاملين نظام جديد عشان يقوي البطوله العربيه، الاتحاد الدولي مدي وايلد كارد للاتحاد العربي، اللي هيكسب البطوله العربيه دي هيوصل كاس عالم انديه. احنا خسرنا من النادي الاهلي في السوبر الافريقي اللي هو كان بيودي كاس عالم الانديه اللي هو في اكتوبر اللي جاي. لكن جات لنا فرصه ثانيه ان احنا لو ربنا كرمنا ان شاء الله في البطوله العربيه ديت برضه هنروح كاس العالم الانديه. مستعدين؟ كان بالنسبه لنا ان شاء الله. يعني احنا كان بالنسبه لنا ان احنا نعدي الظروف الصعبه اللي احنا فيها، خاصه ان احنا يعني في لعيبه كانت موجوده معانا السنه اللي فاتت احترفت، في لعيبه مصابه، في لعيبه مش موجوده، فكان شويه الموضوع صعب. حتى المحترف كنا جايبين لعيب محترف، اللعيب المحترف دوت برضه في مشكله مش قليله ان هو ما عرفناش نأيده قبل الماتش، فكانت ظروف كتيره صعبه. لكن الناس فعلا كانت حسب المسؤوليه وحاسه قد ايه ان البطوله ديت كبدايه سيزون وعندنا بطولات كتيره بعديها هتفرق معانا، فكلنا كنا مركزين والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نسد جمهورنا وناخد. تفتكر هنرجع في وقت من الاوقات ببطوله كاس العالم للانديه ولا ايه؟ الموضوع ده لا مش سهل، يعني هو الموضوع مش سهل، ربنا
ربنا يكرم ان شاء الله ونروح كاس العالم ونبقى فرقتين من مصر موجودين في كاس العالم ان شاء الله احنا والنادي الاهلي. لكن الموضوع ما بيبقاش سهل لان فرق اوروبا بتبقى بصراحه متميزه قوي وعندها خبرات كبيره وعندها لعيبه بتلعب في يعني في اقوى منتخبات العالم وكده، فخبراتهم بتبقى اعلى. لكن ليه لا، يعني انت بالروح وان انت بتحاول طول الوقت ان انت تطلع اكتر حاجه عندك وان انت تبقى فريق وكلام حاجات كتيره كده بتعوض طبعا الفارق ده. فان شاء الله يعني ليه لا. بتقييمك المنطقي والواقعي تشوف ايه؟ في ايه؟ تشوف انه نقدر ولا لسه قدامنا سنه؟ لا ليه، احنا في المنتخب يمكن اخر اولمبياد كنا واخدين فيها رابع اولمبياد، ودي كانت احسن نتيجه للمنتخب عربي وافريقي. حلو. وقربنا جدا طبعا. لا احنا منتخب مصر دلوقتي يمكن واخد اخر بطولتين امم افريقيا، كان بطوله منهم في تونس في 2020، والبطوله اللي فاتت كانت في شهر 7 اللي فات كانت في مصر. ولا عندنا منتخب وعندنا قاعده محترمه جدا في مصر وحاجه كويسه جدا يعني. رائع. لا فالهاندبول احنا مختلفين يعني. اداه وقدود يا كابتن، انا عايز اشكرك جدا 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 على المكالمه، والف مليون 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 مبروك على البطوله كابتن احمد الاحمر، نجم مصر ونجم نادي الزمالك لكره اليد.